طيب مولانا، أيضا كان في دور هام جدا الحقيقة، لا إن كان للشباب أو حتى للمرأة في بناء الدولة الإسلامية، واحنا بنتكلم تحديدا عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. في الشباب منذ نومه رضي الله عنه سيدنا علي مكانه صلى الله عليه وسلم، وفي ذات النطاقين النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل أبدا دور المرأة من أول الطريق لأخوه. وأول طبيبة في الإسلام كانت السيدة رفيدة في غزوة بدر تطبب الجراح، والسيدة عائشة رضوان الله عليها كانت يعني وقال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، وكانت تبلغ عنه صلى الله عليه وسلم وتصحح للناس المفاهيم. يعني من الأحاديث المنتشرة جدا ولعن الله الواصلة والمستوصلة، والناس تفهم أن واصلة الشعر، فتقول السيدة عائشة تفهمهم جميعا ليست الواصلة كما تدعون، وإنما الواصلة من كانت تزني في شبابها فلما طعنت في السن واصلت ذلك بالقيادة، فتصحح المفهوم المنتشر عند الناس. وبعد وتقول لهم ما على المرأة أن تصل شعرا بشعرها لزوجها، وايه واحده لزوجها لا بتخدع ولا بتغش ولا بتغير في خلقه ربنا ولا حاجه، هو عارف شعرها قد ايه وعارف حاجه الدنيا. هو عارف بالظبط، لا في خداع ولا في غش، فما عليها ان تتزين. فاذا مساله وجود المراه، وكانت المراه سببا كبيرا جدا في بيان احكام النساء، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يشرح لهن ويبايعهن وحدهن، وياخد البيعه من الستات، وتيجي الواحده تساله فيجيبها، يعني تساله في امور خاصه، ولكن هي لازم تسال النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كيف تتطهر من الحيض وكذا وكذا، والنبي يقول لها كده بلطفه وبلغته البليغه العاليه، فهي الست مش فاهمه، فعلي كذا خذي فرصه وكذا، فمش فاهمه، فيروح للسيده عائشه يقول لها، عائشة هتفهم، تبسط لها أكتر، إيه تبسط لها الدنيا، وخلاص ستات هيقعدوا مع بعض. فإذا المرأة لها الدور الأكبر والأعظم في نشر هذا الدين. وكان عندنا السيدة أنس وكانت تسكن في القاهرة، أخذ عنها كبار العلماء في الأزهر وفي غيره العلم ليس خاصا بالرجال أبدا، وإنما هو خاص بالعقول والقلوب التي تفتح له. وقد يفتح الله على مرأة ما لا يفتح على رجل، وقد يفتح الله على سيدة ما لم يفتح على رجال كثيرات. وفي ملمح مهم قوي لما نستعرض لغة القرآن الكريم، هنلاقي فكرة عجيبة جدا، أنه أحيانا أو فكرة الرجولية ليست خاصة بالرجال لوحدهم، وإنما تشترك فيها النساء أيضا، رجولية العمل ورجولية التفكير. بدليل ايه؟ انه يقول في سوره الاحزاب: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. هو كان القياس انه يقول ومن تقنت منكن، لكن يقول ومن يقنت منكن. اذا المراه كانها رجل حين تقنت، ولذلك جه عند العمل الصالح جابوا بالمؤنث، قال وتعمل صالحا، العمل الصالح سهل. انما القنوت ده، ولذلك نفس الكلمه في ايه التحريم عن السيده مريم يقول وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، مش من القانتات، لأنه اللغة تقول أنه القانتات، لكن العمل، هذا العمل التفاني ويعني حرق النفس في العمل والإخلاص له، هو في مقام الرجولية التي تشترك فيها النساء مع الذكور.